الختام من الوطن وملف برضه مهم جدا يتعلق بالتعليم بشكل كبير وبيتعلق بالمستقبل. صفحه 4 و5، وظائف المستقبل، مصر تجني ثمار الجيل الرابع. الجامعات اعتمدت تخصصات وبرامج دراسيه متطوره تتماشى مع متطلبات سوق العمل، استحداث 91 كليه ومعهد في الذكاء الاصطناعي والامن السيبراني، ووزاره التعليم العالي زياده ملحوظه في عدد كليات الحاسبات والمعلومات، والجامعات المصريه حققت طفرة في مختلف القطاعات. ملف مهم جدا جدا، وفكرة الربط في هذا الملف ما بين الخريجين وسوق العمل. دايما كنا عندنا شكوى من هذا الموضوع، والسيد الرئيس أشار بشكل واضح أن المستقبل هذه الدراسات الحديثة، ووجه باستحداث هذه الكليات والمعاهد لأن هي دي المستقبل لمصر. يعني بكل تأكيد زي ما حضرتك ذكرت كده، أنا وأنا أتابع هذا الملف طبعا تذكرت حديث السيد الرئيس خلال افتتاح مركز الحوسبة السحابية مؤخرا يعني، وكان بيتكلم الرئيس حوالين فكرة التأهيل للشباب لوظائف المستقبل، واتكلم حتى الرئيس ساعتها حوالين لو عندي 2000 أو 3000 شاب من المصريين عاوزين يتأهلوا لهذه الوظائف وهذه التخصصات، الدولة مستعدة تصرف عليهم وتتبناهم وهكذا من أجل تأهلهم لهذه الوظائف، فكانت نقطة في غاية الأهمية. والحقيقة إن الدولة خلال الفترة اللي فاتت يعني أنشأت العديد من الجامعات والعديد من الكليات فيها التخصصات الخاصة بالذكاء الاصطناعي، بالرقمنة، بالأمن السيبراني، ودي تخصصات مهمة جدا ومطلوبة وبتأهل لسوق العمل سواء إقليميا أو دوليا، وده مهم جدا ومطلوب. طب إيه المطلوب من بس الشباب؟ إن هم يكون عندهم الرغبة في يعني الدخول لهذه التخصصات ودراسة هذا الأمر. إحنا بنتكلم في الجامعات الأهلية الجديدة اللي تم إنشائها على مستوى الجمهورية فيها كل التخصصات الجديدة، بنتكلم عندنا حوالي 10 جامعات تكنولوجية موجودين داخل مصر، وفي إطار كمان بيتم يعني التخطيط لإنشاء 17 جامعة تكنولوجية أخرى. مهم جدا إن يكون في يعني تشجيع للشباب للدخول لهذه التخصصات، تأهلهم للوظائف المختلفة، يكون توسيع دائرة سوق العمل كمان، ما يبقاش الاعتماد على سوق العمل المحلي فقط ولكن تأهلهم لسوق العمل إقليميا ودوليا في نقطة بغاية الأهمية. الأمر يحتاج من أولياء الأمور ويحتاج من الطلاب، اللي هي فكرة زي ما الرئيس قال حتى ساعتها مش محتاجين الكل يخش آداب وتجارة وغيره، بحيث اللي هو لأن سوق العمل مش هيبقى متاح بالنسبة لهم بشكل كبير، لكن محتاجين نعتمد على التخصصات الجديدة من أجل يعني اتساع فرص العمل بالنسبة لهم محليا وإقليميا ودوليا.